تفضلوا. شو بتحبوا تاكلوا؟ أنا مو فارقة معي، المهم ما أطبخ، اسأل الأولاد. شو تاكلوا بابا؟ طبخ ولا لحمة؟ إذا خلقنا من الطبخ أبو طارق، بعدين الطبخ إمتى ما كان منقدر نعمله وبيطلع أطيب بالبيت، أما الشقف والكباب والمسبحة والحمص والفراريش قد ما اعتنينا فيهم ما بيطلعوا أطيب من المطعم. أنتِ ما حدا سألك. إيه بابا، شو تاكلوا؟ أنا بدي طبخ. وأنتِ بابا؟ حيلا بابا، يلي بتطلبه أنا باكله. جميل، خليهم يجيبوا لنا صحن فريكي وصحن مشاوي مشكل وكل واحد بياكل على ذوقه. لك يسلم هتم، أنا كنت هيك بدي أقول بس استحيت. حيا الأملة برأس الأقرع. جميل، قل له الجرسون يجيب لنا لحمة. ليكو صحن الفريكة مثل ما هو، هذا مين بده يدولقه؟ أنا باكله. كله؟ هلا أنت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جيب لنا لحمة. لا تخاف جارنا، ما بيزيد شيء. إذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فكان. تيك أول، ضري بأشعر، شوفي على الطاولات بأشعر. هدي جاتنا. معلش خليهم للولد الصغير، انا بستنى. هلا مدام، تفضل. مرحبا استاذ جميل. اهلين اهلين مدام نجاح. اهلين المدام، هيك بداتا. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. تمام الله يخليكي. اهلين، عن اذنكم. صحن المشاوي مشكلة إذا بتريد. هي ما رح إلا مين هي لحتى تسألني، وإذا ما سألتني ما رح جبلها سيرة بالمرة، خليها تطق. جميل، منو هاي؟ سألتني. هي رئيس القسم عندي بالمديرية. رئيس القسم عندك؟ ايه. شبك مستغربة؟ انا كل رؤساء الاقسام اللي عندي معينوا النسوان والحلوين كمان. اي مو هذا قصدي. ما كان شو قصدي؟ وهيك انه يروح فكرك لبعيد وتفكري اني بعرفها او متعرف عليها بشي محل تاني. ها بتعرفيني انا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي انا بعرفك ومطمنت لك، بس ما حلو رئيسة قسم تخليها تمشي. شو قصدك؟ كان المفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟